باسم معرفش ايه حكايته. في لعيبة مميزين جدا، بس الحدة والعصبية والنرفزة ممكن تعمل لهم مشاكل. باسم بيخلق لنفسه مشكلة، بيعمل لنفسه مشكلة. يعني هو مش كوي... يعني كان ماشي كويس كان ماشي كويس. اللي عمل النهاردة بعد المباراة، هو كان في تعبير قاله عادل مصطفى، الحقيقة انا مش هنساه. قال لك هو بيخلق ضغوط على نفسه. فباسم بعد الماتش راح منزل صورة فيريرا وراح حاطط جنبيها قلب. طب يا سيدي، ما انت بيدربك دلوقتي مدير فني تاني، بيدربك مدير فني تاني دلوقتي. يعني في دلوقتي في مدير فني تاني اسمه مكليش. النهارده طبعا نزل بديل باسم، عشان برضو تبقوا انتوا عارفين، عشان ابقى منصف وامين في نقل المعلومه. يعني باسم كان بيتجهز من امبارح انه هيبتدي المباراه، الحقيقه هو هيبدأوا المباراه. فلما ما بدأوش المباراه راح منزل صوره الراجل اللي كان بيلعبه على طول، واللي كان بيحبه، واللي كان بيفضله، واللي كان عمل معاه موسم ما اتعملش. سواء بقى كان بيتعامل معاه نفسيا كويس، بيتعامل معاه في الملعب كويس، فاهمه كويس، كل الحاجات دي. بس ده مش في مصلحتك، ده مش في مصلحتك خالص. انت اللي بتحط على نفسك ضغوط فعلا، وانت اللي بتخلق لنفسك مشكله مع جمهور نادي الزمالك ومع اداره نادي الزمالك ومع مديرك الفني. يعني ما انت ما تقوليش ان مفيش حد هيروح يقول له ان انت حاطط صوره المدير الفني القديم بتاعك، والحب ما ظهرش فجاه، والحب ما ظهرش فجاه عشان خاطر تحط صوره فريره دلوقتي. ما كل الناس، كل لعيبه نادي الزمالك تحب فريره، اللي بيلعب واللي ما بيلعبش. واحنا معظمهم اصلا كانوا ضيوفنا هنا في البرنامج، اللي بيلعب واللي ما بيلعبش، واللي مشي واللي قاعد لحد النهارده افضل مدير فني بالنسبه لهم هو فرير. بس كما لو انك بتخلق لنفسك مشكله.